مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير انتو وعائلتكم والناس اللي بتحبوهم. ان شاء الله تكونوا بخير كلكم. اليوم بدنا نتعلم مع بعض طريقة رسم الموديل. انا جديدة على اليوتيوب وهذا اول فيديو إلي بقناتي. انا قمر من فلسطين. اليوم بدنا نتعلم مع بعضينا طريقة رسم الموديل او المانيكان او العارضة يلي بدنا نلبسها تياب. اكيد نحن بتستهوينا صور لرسمات فاشن وبنحب نقلدها او نعمل مثلها، وبالاخير بننصدم ما بتطلع كتير بتشبهها. الصور مهمة للتغذية البصرية بس، اما انك ترجعي تعيدي صورة مرسومة هذا اكبر غلط. هذا الشي ما حيطورك. اول شي هون بلشت برسم الخط المستقيم للمانيكان لحتى اضبط استقامتها وما تطلع معي مايلة او عوجة، وانتبه بعدين لهذا الاشي. فحكيت برسم اول شي الخط المستقيم، بعدين اي شي واضح عندي من خطوط سواء للفك سواء الكتف او منطقة الصدر او بكلة بالفستان او التانية بالفستان او طول الفستان بيفيدني، برضو باخده كخط برسمه بالعرض. وهيك بحدد الخطوط. اول شي بلشت ارسم الخطوط هاي، بعدين اخذت الجزء العلوي من الجسم وبلشت ارسمه. نبدا اول شي بالراس. من شوي شفتوني اشرت انه 7 او 8، قصدي فيه انه 7 او 8 رؤوس الجسم بيكون عادة كنسب، سواء كان الجسم طويل او الشخص طويل فبيكون عبارة عن 8 رؤوس، بينما اذا كان طوله متوسط بيكون 7 رؤوس، وفي اقصر بيجو 6.5 او 5 وهكذا، بس المعدل العام بيكون 7 رؤوس. هون طريقة رسم الوجوه، سواء بدك تضبطيها بتطلع للاعلى للاسفل، بس حبيت اعطي لمحة بسيطة لانه ممكن تواجه هيك مانيكان عم تعمل حركة بوجهها، فكيف بدك تضبطي حركة الراس. طبعا لازم تبدي صح لتكملي صح. اول شي بنبدأ بخطوط بسيطة، اشكال اولية بسيطة نحن رح نرجع نعيد عليها اكيد. اول شي الراس عندها حنك عريض او زاوية الفك عريضة، فبنعملها زاوية الفك عريضة. اكيد ما بنعمل جمجمة دائرة، غلط كتير كبير تعمليها دائرة لانه شكل الراس مو دائرة. بدنا نحكي عن ميلة الكتف. ميلة الكتفين كتير مهمة، تضبط الميلة لحتى تطلع معك الرسمة صحيحة، لانه الكتفين عندي هون مو مستقيمات اكيد، فيهم ميلان فلازم اضبط ميلانهم. ممكن شوي يكون ميلان ممكن كتير، فهذا الاشي بيساعد على اظهار الحركة. بعد ميلان الكتفين بدنا نضبط عرضهم كم بيكون، فعبارة عن رأسين بعرض الرأس من العين للدان حسب ما عندي موجود، او هو عادة بيكون عبارة عن رأسين، رأس على اليمين ورأس على الشمال. وهيك بنزل خطوط من اليمين والشمال لحتى اضبط الزاوية تبعت الكتفين وحدودهم. بعد ما انتهينا من الكتفين بدي اضبط الشكل العلوي لمنطقة القفص الصدري، فبيكون هو اقرب على شبه المنحرف، فالزاويتين تبعونه كتير مفتوحين من الاعلى واضيق للاسفل، هو بكون اضيق من هيك. انت بتصيري بعينك تحددي الارتفاع، هذا الاشي كتير منيح انه تخلي عينك تعتمد على انها تتطلع تشوف تجرب، تغلطي مرة ومرتين وثلاثة، معلش نحنا بنتعلم. رح استفيد من الربطة الموجودة عندي كحد طبعا، ورح تنيات القماش برضو استفيد منها كحد. هون ما رسمتها كتير منيح معلش، بس هي خطوط اولية كلها رح تنمحها، بس هي مجرد قياسات. حد الكتفين عند الانثى بيكون بمستوى الحوض عند الاغلب طبعا، هيك كونه جسم مثالي او جسم عارضة او فيك يعني حسب الجسم الموجود عندك، بس انت فيك تقيسي وبتشوفي، بس هو على الاغلب هيك جسم المرأة. هو بيختلف طبعا من بلد لبلد ومن شخص لشخص اكيد، بس هذا الجسم اللي فيك تحكي تقريبا انه هذا هو مثالي، بينما جسم الرجل بيكون الكتفين اعرض من منطقة الحوض. هون بديك ترسم خطوط أولية، عم أرسم خطوط مستقيمة ما عم أعمل ميلات فيها ولا تقويسة، لأنه عم أرسم خطوط بدائية بس.
رح ارجع اعيد عليها، بس انا عم احدد الزوايا هون. اوكي، عملت الايد تقريبا بتيجي طول الايد لنصف الفخذ. الايد حدها بيوصل الكفين بدايته لعند نصف الفخذ. الركبتين بنيجي نرسمهم بطريقة كتير بسيطة، أشكال هندسية. أبسط طريقة للرسم وتطور رسمك كتير هي الأشكال الهندسية، إن تحولي أي شيء أمامك، سواء أنت بدك ترسمي أشخاص أو بدك ترسمي أي شيء عندك، بتحولي لأشكال هندسية بسيطة، أشكال أساسية. كتير راح تتعلمي وراح تشوفي كيف أفرق معاكي، وراح تشوفي كيف انه رسمك عم يتطور وعينك عم تتعلم. بلشت اعلم طبعا بالخطوط. طبعا انا عم اسمك الخطوط لانه عم اصور، بس المفروض والافضل انك ترسمي بخطوط كتير خفيفة، لانه رح تلوني بعديها. ممكن رح ترسمي فستان، رح ترسمي تياب، رح تعملي اي شي. فالمفروض الخطوط الاصلية تبعت الجسم ما تكون معلمة، فالخطوط المفروض تكون كتير خفيفة خفيفة خفيفة. بتلاحظي هون الخطوط بلشت اعمل فيها ميلة. الخط المقوس للجسم طبعا ما في زوايا بالجسم، زوايا حادة، دائما في ميلات، زوايا منحنية وهيك، يعني بتكون خطوط مقوسة، وخصوصي جسم المرأة يعني اغلبه منحنيات. بحدد منطقة الصدر فقط، بس لحتى احكي انه في برزة هون، بدها تكون منطقة ظل ومنطقة اضاءة. ما توزعي نصيحة بداية مناطق الظل والاضاءة، بس انا عم اوضح انه في هون ظل وفي هون اضاءة. ممكن اعمل بالفيديوهات الجاية توزيع الظل والاضاءة. طبعا وقت ارسم بخطوط بدائية بس لأحدد الجسم واضبط الجسم، اكيد ما بتلزمني هاي الخطوط الداخلية، هاي رجعت مسحتهم اكيد لانه ما بيلزموني. شفتوني من شوي مسحت بفرشاية رسم او ريشة رسم. اكيد لحتى تضلها عندك الورقة نظيفة لازم تكوني عم تمسحي بريشة عندك تكون نظيفة، المهم تكون نظيفة، تشيلي فيها المحي عن الورقة. خصوصي انا القلم يلي معي بيوسخ، وخصوصي اذا بلشت تلوني اكيد رح تتوسخ الورقة معك. فالافضل تكون ريشة، سواء ريشة ميك اب، ريشة رسم، اي شيء متوفر عندك. هون بعتذر يعني ما زبط اصور الرجلين، انا فكرت حالي بصور بس طلعت الكاميرا مو مصورتهم. بس نفس الشيء رجعت الخطوط المستقيمة عملتها منحنية. بعدين يعني بالتلوين او بالاضاءة والظل بيظهر اكتر الرجل الامامية والرجل الخلفية. بتلاحظوا بالصورة في ظل، منطقة ظل، وفي إضاءة كتير عالية على الرجل الأمامية وظل على الرجل الخلفية، وهذا الإشي اللي خلى الرجل الأمامية تبرز أكتر. بينما عندي أنا بالرسم هي عبارة عن خطوط فقط، فمو كافية إنها تظهر مين الأمامية ومين الخلفية. بالخطوات الجاية أكيد يلي بده يكمل أكيد رح تطلع معه وتظهر معه. رح أنزل فيديو قريبا عن تلوين المانيكان العارضة سواء مع فستان او لا. اي خطوط داخلية رح اتخلى عنها، رح احذفها، ما بتلزمني. الإضافات بدك ترسمي الوجه. صراحة فضيت البطارية تبعت جوالي، ويا ريت تجربي ما تصور، أنا فكرت إني عم أصور. أهم إشي إنك ترسمي كتير كل بس يوم كل يوم كل يوم، مو مشكلة. وهيك بكون خلصت وضبطنا الجسم ورسمنا جسم المانيكان بطريقة سهلة وبسيطة. وأهلا وسهلا فيكم بقناتي، بتمنى تكونوا استفدتوا وحبيتوا الفيديو. شرفتوني وأنا بكبر فيكم.